منظمة ما بتسعى للربح المادي ولكنها بتسعى لخلق مساحة ليتشاركوا الأشخاص فيها بخبراتهم وأفكارهم وابتكاراتهم طبعا بمجالات عدة. معنا بالاستوديو منظمي الحدث، عنا رينا أزي وحضرتك أستاذة جامعية بجامعة الـ LAU، وكمان عنا شوق النفيسي كمان خريجة جامعة الـ LAU. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحكي عن تيد أكثر، ولكن قبل ما نبلش حديثنا بدنا نشوف فيديو سوا بخبرنا عن تيد. Getting access to great ideas hasn't always been easy. Back in the day, you'd only be in the loop if you were literate, educated, rich, and a man. Uh-huh. Good thing times have changed. The internet has made sharing ideas a breeze, and no one's doing that better than TED. No, not you, TED. I'm talking about the nonprofit organization that's big on spreading awesome ideas. Twice a year, TED holds this conference, where thought leaders from around the world give some mind-blowing talks. Then TED sticks them online so you can watch them for free. Volunteers translate the videos, which means anyone can be inspired by the likes of Bill Gates, Malcolm Gladwell, or Jane Goodall. So what is TEDx? TEDx is a way for you to run a mini TED-style event in your own town. Hold talks around issues that matter to your community, free from corporate, political, and religious agendas. So take part. Don't stop watching videos at TED.com. Keep an eye out for your nearest TEDx event, and if you're up for it, apply to start your own. TED, ideas worth spreading. فإذا عنا TED وعنا TEDx. مزبوط. خلينا نشوف شو هو الفرق. يعني هن TED مثل بهذا الفيديو يلي حطوه، TED بيصيروا عادة في one event بأمريكا، one event بأدنبرا بسكوتلندا، وهودي الايفنتس بيكون فيهم مثل محاضرين، بس نوع المحاضرة غير عن المحاضرة اللي نحن متعودين عليها. يعني بدل ما يكون واقف الشخص 50 دقيقة عم يحكيكي، أو واقف ورا طاولة، قاعد ورا طاولة أو عنده بوديوم، بتكون 15 دقيقة 18 دقيقة هو أقصى وقت بده يوصل لك فكرته، بده يجرب يأثر فيكي بهالوقت الكتير نسبة صغير. قليل. اكيد. فهودي الكونفرنسز بتاد يلي بلشوا بالثمانينات نشروا فكره انه هودول النوع من المحاضرات الصغيره، ورجعوا بعدين وقت انحطوا اونلاين، وقت صاروا الناس حول العالم يتفرجوا عليهم، صاروا بدهم يعملوا ايفنتس بيشبهوهم، صرنا نسميها تيد اكس، يعني ايفنت بتشبه يلي عم بيصير بامريكا، بس نحن اندبندنت اورجنايزرز. اوكي، هو يعني برنامج امريكاني من امريكا، نحن عم نقدر ناخده بعدة بلاد ونعمل هذا الايفنت عندنا بلبنان. يعني هي المنظمة بلشت بأمريكا. بأمريكا، اوكي. سو في عندنا تيد وتيدكس. تيد بعرف انه في بالجامعة هلا اللبنانية الأمريكية بالـ LAU عم بتحضروا لايفنت كبير بضم مين؟ يعني حتى قبل ما أعرف مين بضم، مين الأشخاص اللي بيقدروا يعملوا هول ال إذا بدنا نقول التوكس. توكس. أي. اوكي. Anyone، يعني حيلا حدا عنده فكرة حابب يوصلها. يعني هي المشن تبع تيد يلي نحن كمان عم نتبعها، انه ideas worth spreading. يعني بده يكون عندك فكرة، افكار يعني خارج انه انت يعني انت حاسة انه لازم غيرك يسمع. اوكي. فيها تكون مثلا عن اختراع عملتيه، فيها يكون عن political system حابة الناس تتبعه، فيها تكون عن فلسفة حياة. يعني ما في يعني مش محدودين نحن بالمواضيع يلي بدنا نحكي لا. فيهم. لا. هلا نحن مثلا بالتيدكس الايو يلي رح نعمله سبت الجاي، مش بكره، سبت الجاي بالتيدكس الايو نحن حبينا نعمل له مثل تام معين يلي هو عن unleashing your passion. يعني الفكره هي انه الناس يلي كثير عايشوا الشغف بحياتهم، هل كانت بحياتهم بالشغل او بعائلتهم او ب حياتهم هن as individuals، كيف قدروا يوصلوا لفكره حابين ينشروها لغيرهم. اوكي، ومين المشاركين بهذا الايفنت؟ هلا المشاركين معنا لبنانية يعني او في كمان من الخارج؟ بعتقد كلهم هالمره من لبنان. اوكي. في منهم بيعلموا بالجامعه اللبنانيه الامريكيه، وفي منهم تخرجوا. في عنا من الأسامي، عنا منهم الدكتور طارق نعواس، وعنا الدكتورة نادرة عساف. أوكي. عنا عباس سباعي وسارة سباعي، وعندنا لانا شكري.
يمكن طلع اسمها اكثر من مره من ما بعرف. بتعرفوا لانا شكري هي من ضمن الجروب اللي بسموا حالهم الديزاينرز، عندهم البينت اب، هن يلي عم بيلونوا دراجه بحوالي بيروت مزبوط. صحيح حلوين كثير. اوكي اكيد يمكن حيحكوا عن هذا الشغف. مزبوط بتصور. نعم كل الناس من مختلف ال في هن تقريبا 11 متحدث او محاضر راح يكون موجود، لكن كلهم راح تلاقيهم من اعمار مختلفه، مهن مختلفه، ديفرنت باك جراوندز عندهم. في منهم طلاب بعدهم بالجامعه. اي ف هي هو هذا التنظيم اول مره بيصير بجامعه بلبنان. مزبوط. يعني الجامعه اللبنانيه الامريكيه هي اول جامعه عم تشتغل بهيك برنامج. هلا هي تيدكس ايفنتس بلشوا بلبنان. الشخص يلي بلشتهم يلي هي باتريسيا صغيب. نعم. بلشتهم ببيتها، يعني هي حضرت اول تيد توك وحبته لدرجه انه بدها توصله لاصحابها. كيف يعني؟ اوكي انه ماشي بتعملي له، يعني انت حيلا حدا، هلا حيلا حدا من المشاهدين بيقدروا يروحوا اونلاين TED.com TED.com بيلاقوا اكثر من 1000 توك موجود قدامهم. حلو. اذا معك 5 دقائق من الوقت بتنقي توك مدته 5 دقائق، اذا معك 15 حديث دقيقه حديث يعني بيقدروا يفتحوا يشوفوا وينزلوا حديث لاشخاص. يعني حتى اذا انت مثلا اذا انت مهتمه بسايكولوجي بتلاقي توكس عن سايكولوجي، اذا انت مهتمه ب يعني بفتح الصفحه بيكون عديت مجالات نحن اللي بنحبها بنفوت عليها. وبعدين يعني هن اللي عاملينه انه لانه بدهم انه هالفكره تنتشر، يلي عاملينه انه يو كان داونلود وفور فري وداونلود مع سبتايتلز بحيلا لغه موجوده. يعني هو بالاساس بالانجليزي؟ بالاساس مش كلهم، يعني هن التيد توكس موست اوف ذم بالانجليزي، بس في عندك مثلا اشياء من تيدكس ايفنتس. نعم. معملها ابلود على التيد ويب سايت لانه أوكي. حبوهم كثير، فبتلاقي مثلا اوقات من غير لغه بس كمان مترجمه. وحتى مثلا لدرجه انه هي كثير كولابوريتيف، اذا ما لقيتي اللغه تبعك فيك انت تعملي السبتايتلز تبعها وتحطيها وهن ساعتها بيعرضوها مع التوك. اوكي. يو كان داونلود وشير. اوكي، وعم بيصير في بالبيوت كمان او في اشخاص هن عم ياخذوا على عاتقهم انه يعملوا ايفنتات او حدث لتاد بقلب البيت. هلا مثلا بلبنان انا بعرف بباتريسيا يلي بلشت ببيتها، رجعوا بعدين قرروا انه بدهم ينشروها اكثر لانه الناس يلي تجي كثير تحب المعلومات يلي عم تاخذها. اوكي. فساعتها عملت تيدكس بيروت. واول ايفنت عملوه لتيدكس بيروت عملوه بالال اي يو عندنا. اوكي. فالقصه انه نحن كمان وتلاميذ الال اي يو كثير يعني كلنا عجبتنا الايفنت يلي صار، فمن بعدها عملنا نحن لايسنس لنا تيدكس ال اي يو تنصير نعمل نحن. هي بالنهايه ايه بدها لايسنس لحتى تقدروا، بس على فكره لايسنس كثير هينه لانه بده يكون عندك يعني مثلا انت لتقلك مثلا ارقام لحد ابريل هالسنه كان في 4300 تيدكس ايفنت حول العالم. واو حلو. يعني عم بيخلص الوقت، بدي اسال كم شخص في مشارك بهذا الايفنت بالجامعه عندكم؟ متحدث لنا في 11 محاضر. ايوه اوكي. وعن شو المواضيع؟ المواضيع مختلفه بس يلي بيجمعهم انه كل يلي موجودين المتحدثين يلي جابهم على المسرح شغفهم يعني الشغف يلي بيعيشوه بحياتهم كل يوم. صحيح. فهيدا اللي جابهم على المسرح وهن ناس يعني نحن اخترناهم يعني من 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 طلبه من بين اكيد كثير اشخاص قدموا لحتى. لا رشحناهم بس من كمعارف. أوكي. يعني بنعرفهم هن عايشين حياتهم وسالناهم اذا بدهم يقولوا شيء يشاركوا. اوكي قد ايه لوقت بيكون؟ في منهم 10 دقائق، في منهم 4 دقائق، في منهم 18 دقيقه، يعني حسب كل واحد هو شو بيحب. انا بدي اتمنى لكم التوفيق. ورح نطلع او نتوقف مع فاصل اعلاني، من بعدها رح نرجع لعند الشيف علي وختامه مسك مش رح اقول لكم شو هي هلا الوصفه.